تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بشتى صورها، وفي مقدمتها غش السلع الغذائية وبيع سلع منتهية الصلاحية، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. نتابع. في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية للجرائم التموينية بكافة أشكالها، خاصة ما يتعلق منها بحجب السلع عن التداول في الأسواق لرفع أسعارها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 54 طن زيت طعام بدون بيانات وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤولة عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، حجبها عن البيع بقصد رفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول في الأسواق، وضبط قرابة 14 طن سلع غذائية متنوعة مجهولة المصدر قام بتخزينها صاحب مخزن سلع غذائية بالقاهرة لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء، وضبط 16 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بالإسكندرية. ونجحت الإدارة في ضبط 139 طن سلع غذائية متنوعة تم تخزينها بهدف حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال حملات شنتها الإدارة بالشرقية والقليوبية والمنوفية والقاهرة، وضبط 30 طن تمور مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية. وعلى صعيد ضبط السلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط 80 طن سكر معبأة داخل شكائر عليها بيانات وهمية وغير مطابقة للمواصفات القياسية لاحتوائها على نسبة كبيرة من ملح الطعام ما يشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مسؤول مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة، وضبط 120 طن دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكرونة بالمنوفية. وتمكنت الإدارة من ضبط 18 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي لأثارها الضارة على الثروة الزراعية بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة وإنتاج الأسمدة الزراعية بالبحيرة ومسؤول محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية، وضبط أكثر من 250 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وتؤثر بالضرر على الثروة الحيوانية بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج ومالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية.